أزمة اختيار رئيس وزراء جديد للعراق تأبى أن تنتهي بعد أن استقال رئيس الوزراء الأخير عادل عبد المهدي تحت وطأة ضغط شعبي في بلد يشهد تظاهرات لأكثر من 3 أشهر. القوى السياسية المسيطرة على المشهد السياسي العراقي لم تنجح حتى الآن في طرح مرشح يحظى بمقبولية الشارع العراقي الرافض باستمرار لجميع المرشحين الذين قدموا لشغل منصب رئاسة حكومة مؤقتة تهيئ الانتخابات المبكرة. الأزمة ستطول وربما سيطرحون مرشح وسيتم رفضه مرة ثانية ومرشح ثالث ورابع. أتمنى أو أرجو أنه يحكمون العقل ويدركون أن الجماهير غير مستعدة للقبول بأي مرشح عليه شائبة ومرتبط بهذه الأحزاب. وضع رئيس الجمهورية استقالته تحت تصرف البرلمان عقد المشهد أكثر مما هو عليه، والتي دستوريا تعتبر نافذة بعد 7 أيام من تاريخ تقديمها، مما يجعل حل الأزمة الحالية أصعب بحسب خبراء. الحل يتمثل في أن يقوم البرلمان بحل نفسه بنفسه بطلب من 3 أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة، عندئذ يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات مبكرة في البلاد خلال 2 شهر من تاريخ الحل. هذا هو الحل المنطقي الذي يرضي الجماهير، يرضي المتظاهرين، يرضي الشعب العراقي. أما المرجعية الدينية التي دأبت على التطرق للشأن السياسي العراقي في كل جمعة منذ انطلاق التظاهرات صامت في آخر خطبة لها عن تناول التطورات السياسية، وهي علامة يراها كثيرون ترمز إلى رفض المرجعية لما يجري في العراق على المستوى السياسي. يؤكد خبراء السياسة أن التدخلات الخارجية تسهم في رسم ملامح الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، والتي بدورها تمنع اختيار رئيس وزراء يرضى عنه الشارع أو اتخاذ خطوات جدية لحل حالة الأزمة الراهنة. مصطفى القطان، قناة الغد، بغداد.